صباح الخير، معاكم دكتور أحمد. هنتكلم النهارده عن مكمل غذائي أوميجا 3 وما هي فوائده للجسم، وهل هو يعتبر من المكملات الغذائية الأساسية ولا هو مجرد رفاهية؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. بالنسبة للمكمل الغذائي أوميجا 3، هو يعتبر من الأحماض الدهنية المتعددة الغير مشبعة المفيدة جدا للجسم، والتي يمكن الجسم الحصول عليها وخصوصا من الأسماك والمكسرات وبذور الشيا وبذور الكتان. دي تعتبر المصادر الرئيسية لأوميجا 3 وخصوصا الأسماك، سمك السلمون وسمك الرنج. طيب طبعا أوميجا 3 بيلعب دور هام جدا في باقي العمليات الحيوية في الجسم، تمام، مثل ضغط الدم وتخثر الدم والالتهابات وكذلك باقي العمليات الحيوية، ويعتبر مهم جدا بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من اضطرابات سلوكية وتأخر في الكلام وكذلك اللي بيعانوا من فرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب بالنسبة لأوميجا 3، احنا عندنا 3 أحماض دهنية أساسية، في أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 9 اللي هم أوميجا 3 و6 و9. أنا بتكلم النهاردة عن أوميجا 3. يعتبر أوميجا 3 هو الأهم بالنسبة لي. ليه؟ انا اوميجا 6 باخده كتير، متوفر بكثره، باخده في الاسماك، باخده في الدواجن، وباخده في اللحوم، وكذلك ممكن العثور عليه من البيض وباقي المنتجات الحيوانيه. انما بالنسبه لاوميجا 3 فهو موجود بكميه قليله جدا وخصوصا في الاسماك، وكذلك لا يستطيع الجسم تصنيعه، علشان كده انا لازم احصل عليه من مصادر اخرى كالمكملات الغذائيه ومن الغذاء زي ما احنا قلنا. طيب ايه اهميه اوميجا 3 بالنسبه لي؟ زي ما احنا قلنا بيلعب دور مهم جدا في علاج عملية الالتهابات في الجسم، كذلك تنظيم ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب، يعمل دور مهم جدا في تقليل نسبة الكوليسترول السيء في الجسم، وكذلك الحفاظ على وظائف المخ والعقل. طيب بالنسبة للأطفال زي ما احنا قلنا مهم في حالات الاضطرابات السلوكية واضطرابات التوحد واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه. ازاي اعرف ان انا عندي نقص في اوميجا 3 او ان انا جسمي محتاج اوميجا 3؟ اول حاجه هنلاقي في مشاكل في البشره وفي الشعر وفي الاظافر وفي الجلد عموما. تاني شيء هنلاقي في مشكله والام في المفاصل وتشنج الاقدام، كذلك تساقط الشعر عند النساء واضطرابات في الدوره الشهريه، وبنلاقي كمان عندنا ان في قله تركيز وخمول وتعب وارهاق. اعرف على طول ان انا جسمي وقتها محتاج للمكمل الغذائي اوميجا 3.